للاسف في الفتره الاخيره ولينا نحكيو بارش على مروجي المخدرات، خاصه منهم اللي موجود في المحيط نتاع المؤسسات التعليميه بصفه عامه. نحكيو على برشا مروجين يشدوهم بالاقراص المخدره بالقنب الهندي، يقول لك كان ينوي ترويجها داخل او حتى خارج المؤسسات التربويه. شنو رايك؟ لا اله الا محمد رسول الله، شنو نقول يا ربي؟ يلزم الامن، نحكي لك من الاخر على الاخر، يلزم الامن بصراحه. بلادنا تهلكت، ما عادش فيها ما يصلح. احنا بلاش مخدرات ما نجحناش، ولد مخدرات في كل بلاصه. انا قدام داري في سيتي اولمبيك نزلت كيف الزتله، نقولها على دين والله العظيم، كلمت نبات فهمت شيء. ما يصرفوش، ما يحبوش، يحبوا يتكيفوا، يحبوا يقعدوا. يقول لك احنا حرام، خويا برا مشيش كيفي. ناس ولد معموله ما يهمهمش، فهمت؟ اي اما بحذا الليسيات وبحذا المدارس، وشنو ذنبهم الصغيرات؟ والله ما نعرف، علاش قلت لك يلزم الحراسه، يلزم الحاكم، خل تولي بلادنا باهي، كثروا من الحاكم، يوقف الامن، تولي بلادنا باهي، انا مع الحاكم، والله العظيم، انا ماذا بيا على الحراسه، انا بيدي صدقني ريت في العمر هذايا بالعكازه تبركوني سبع، كان جو مش معمولين ومش كايفين ما يتبركونيش، ونحولي 770 دينار. اقسم بالله العظيم وليت مرعوب، ريت هذا ما عادش نحب نهزوه معايا، والله وليت مرعوب. نبدا هكاي وليت نهز في المصور معايا والباقي نخليه. نورمال ما وزاره التربيه تعمل كيف ما قرينا نحن قبل للكلاس نتاع ليزور كروز، القسم يبدا فيه هذاك يقعدوا فيه الصغار، كانت عندنا سال دو كروز نتلمدوا فيها، نرجعوا فيها، نفطروا فيها، كانت معناها حتى من الاجواء ما كانتش عدائيه، وكان فما سيرفيون كامل لاهي بالناظر كامل لاهي بالليزور كروز هذوما. توا الصغير ما عندوش وين يقعد، يخرج بحذا البر، والعبيد اللي عندهم لازتهم البطاله باش يلقاوك الصغار هذوك اللي في فتره المراهقه عاده بين 15 و17 باش يلقاوهم معناها فرصه صيد. يقول لك صغير ما يعرفش على مستقبله، ما يعرفش على حد شيء، اي شوف هذه. والصغير في العمر هذاك يحب يعرف شنو هي الحاجه هذه، يحب يطلع، يقول لك اي برا خلينا نجرب. معناها كل الظروف ملائمه للي باش يروج، اللي لزته البطاله، اللي باش يلعب بمك المخ نتاع الصغير، يلقى الطفل برا لقمه. والوزاره ما خاومتش، قبل نحن في السجيل السبعينيات ما كانش تلقى حتى تلميذ بحذا الباب، ما فماش ريت تلميذ، ما فماش، الكلها صالات مفتوحه، الكلها قاعدين، عباره عائله واحده، السته نتاع العشيه توفى تخرج. وهذه كلها زاده منظومه اللي واصله فيها، حتى منظومه وزاره التربيه عندها فيها دور. تو الاساتذه كي تغيب لك يجي من ساعتين الاربع، ساعتين من ثلاثه يقرا، من ثلاثه الاربع ما يقراش، الاربع الخمسه يقرا، الخمسه لسته ما يقراش، علاش هذا الكل؟ انت ما تعملش من ساعتين لسته، انا نعطيه ساعتين برك، ساعتين الاربع، اليوم عندك ساعتين مات وتروح. كيف ما قرينا نحن، ما كانش يا اخي هذاك كان جيل، الجيل اللي قريت فيه انت، هاو تبارك الله ما شاء الله انت متالقه والناس كلهم متالقين، ماك قريت في الامبيونس هذه، علاش نحن جيلنا هذا لقينا هالثغرات هذه كل، خاطر كلها منظومه واحده. يلزم اللي بيهم الفايده الكبار هما اللي يتشدوا، مش اللي هذوك ماك اللي يروجوا ساهلين هاو معروفين، معروفين هما، فهمت كيفاش؟ شنو باش نفهم اللي البلاد داخله بالله العظيم شيء يعيف ولا شيء معناها ظاهر شيء عادي جدا عندهم معناها، واللي يبدا مزطل ويبدا ما تحبش تعرف عليه شنو اللي يعمل، ها وسرقها تشوف الجرائم اللي نسمعوا بها، وان شاء الله ربي يقدر الخير. نقولوا ربي تستر وليداتنا الساعه ويبعد عليهم البلاد ويبعد السميع الوطا. وهذه توا الحكايه هذه دارجه في معناتها في المؤسسات التربويه، واحد تراه يعدي لاخر لاخر يعدي لاخر. ان شاء الله يا ربي الوالدين الساعه يتفطنوا لوليداتهم ويحكيوا معاهم ويفسروا لهم الوضعيه، وخاصه انك الصغار في ساعه ما تنطلي عليهم الحيله، هيا خذك عيبه حلوه هاو درا شنيا، فهمت؟ لازم ديما الوالدين في جره وليداتهم. ترى اليوم انه الاجيال هذه مستهدفه بهالسموم هذه ولا؟ مستهدفه بالطبيعه، اخي انت كي تشوف الشيء اللي دخل هذايا منين دخل؟ دخل هكاك ما هي فما مش منقول فما روس كبيره قاعده تدخل فيه، فما معناها ضربه مستهدفه باش الشباب هذايا يمشي يبعد على العلم، يمشي ينساق شيء في البحر والحرقه وشيء في المخدرات، والحال انه لا انت حتى
سامحني كمان حتى البرامج الثقافيه العلميه الادبيه اللي كنت تلهي انت كنا نحن نشدوا ابو القاسم الشابي نقراو فيه ابن خلدون المقدمه نقراو فيها كان للتلميذ سنه سابعه عباره وصل معناها الحاجه درجه كبيره من العلم. هذا كله باش الدوله هي اللي تدفع للشباب هذا توا تونس مخيبه بلادنا خايبه بلادنا محلاها بلادنا مزيانه بلادنا برجالها بلادنا باجيالها. علاش كانت الهاو بالعلم؟ لان العلمانيه عندها دور كبير ياسر. انت حبه بالصغير في العلم باش تعمل منظمه نتاعك، انت جي نظم انا نتاعي اوقات نتاعي الا خاطر ما تعرفش المخدرات شكون دخلها. انا نعرف من قبل راهو خاطر تعرف علاش خاطر التلامذه كيفاش يقولوها في ما نعرفش انا تجي لعبد كبير يفهم ينجم ينجم يرفض يرفض الطفل تلميذ هذايا ومعاه يعرف اللي عنده كليك وراه صحابه دونك في سهل الترويج نتاعها فهمتني مش كيما تجي الواحد كيما قلت انت نجم يرفض ويخاف فهمت مستهد فين صغارنا مستهد فين وربي تحميهم وكاو هي بالطبيعه مستهد فيه مستهد فين منيش من البطاله ما همش يقراوا الحرق كليتهم كلت لهم قلوبهم والبحر كليهم بالطبيعه مستهد فيه انسان تو صغير كي يكبر يلقى في عايش روحه عايش في مجتمع فاسد اش تحبوا يطلع انت وخارج من المكتب وبطال ويحب يصرف شنو باش يعمل باش يتلزي يروج وين يحبوا يوصلوا بالترويج المخدرات لا ايش باش نقول لك الله اعلم الله اعلم الله اعلم وين يحبوا يوصلوا يحبوا يهلكوا البلاد وكهو ان شاء الله ربي معانا. عباد يعرفوا التكتيك راهو يمشيوا علاش يمشيوا كما قلت لك انا للتلامذه مستهدفين التلامذه ربي يحميهم. تراهي جيشي انت العبد هكا كبير كما قلت لك انا يبدا يعطيه يبيع له. التلامذه خاطر كي تعطي الواحد وتطمعوا بالفلوس ويبدا هو مستحق باش يشي دخان ولا شي كسكروت ولا حاجه ويقول له هاي جي معك تلامذه اخرين جي معك صحابك ونزيدك في الفلوس يولي يطمع فهمتني يولي يمشي فك الدومين هذاك. فهمتني اش باش نعملوا قولي باش نعملوا حسب رايك انت التلميذ او الطالب اللي المخدرات تقريبا محيطه بهم في كل مكان كيفاش نحميوه ودور شكون ومسؤوليه شكون انا ديما على غالب قاسيه في الجهه هذه انا ديما شيء من الولي وديما عادة لي بارون يحميوا في اولادهم لكن بالطريقه نتاعهم المحتشمه اللي بلي نجموا لكن السلطه القوية اللي عندها اليد الردعة هذا الكل هي الدولة الكلمة الأولى والأخرى هي الحكومة أولا تنظيم ساعات الدراسة ثانيا تحط يدها على هالروس الكبيرة اللي قاعدة تدخل في الحاجات هذيك نحن ما عناش بلاد منا لفعلة مخدرات كانت قبل يقولوا حشيشة صغر ما نفهم ويش حتى شنو معناها كوكايين ما نفهم ويش ما نعرف ويش توا وليت الحرابش يذكروا فيها من الاولاد في الكوليج معناها بالحربوشه يعرفوها بالنوع شنو المركبات نتاعها سامحني انت ما تنجمش تعمل دوريه على كشك تشوف تلقاهم يبيعوا في الاوراق اللي يلفوا فيها واحد يقول لك انا ولدي يجيني يقول لي تلاله وشدوا كبار شنو نقولوا كبار يقول لي يا ماما واحد راهو يبيع وشنو معناه هاي وصلت له الكلمه شو معناه كبار معناها واحد يلف ويبيع ويعطي نقول لهم كيفاش تعرف تيقول لي هاك الاولاد تحت الحيط تحكي يمشي ياخذ سيجار ويلف يعني تروج الثقافه وتروج معناها حاجه ولات عاديه وزيد اغرب من هذا رجائي كل معناها بكل لطف من وسائل الاعلام كلها وسائل الاعلام تقف معناها يد واحدة رجائي كل الرجاء بكل لطف إن وسائل الإعلام تقف يد واحدة أي موضوع فيه حاجة كيف هكا سانسور قص خرج العلم تشوف الشباب المحيط اللي يعيش فيه التلميذ هذايا الوالدين كما قلت لك خاصة لازمهم يوعيوا وديما في جرتهم وردوا بالكم وما تاخذش ما عند هذاك معناتها ما تاخذش حاجه ما عند عبد ما تعرفوش ورد بالك وديما ماكلتك معناتها عس على روحك راهو حاجه خطيره هذا يا فهمتي وزيد الاساتذه في المؤسسه التربيه لازم يوعيوا التلامذه زاده ايوا توا تعرف يمشيو حتى في التواليتات يمشيو في التراكن في الدخان في كل شيء ما نعرفش انا القيمين وينهم قايمين وينهم داخل المؤسسه نورمالمون دورهم داخل المؤسسه التربويه دور القايمين ودور الاساتذه
وفي الشارع هكا الاولياء، معناتها الاولياء هما الدور نتاعهم، لازم نتقاسموا الادوار باش نجموا نحافظوا على وليداتنا، فهمتني؟ اما كان الولي ما يهموش يسيب ولده من الصباح يروح لليل ما يلوش عليه، وين قعد عنده ساعه كروز وين قعدها مع شكون، لازم يعرف صحابه، فهمتني؟ ويا ليت مصبي في المؤسسة التربوية هاك الساعة كروز هذيك التلميذ اللي يقعد فيها البررة يختار عليه. قبل كي كنا نقراو نحنا كانت فما قاعات مخصصة للساعة تاع الكروز هذيا، فهمتني؟ التلميذ معناتها من يدخل الثمانية صباح حتى عنده ساعة كروز ما يخرجش. دوك أنا نحافظ عليك التلميذ هذاك، ما خليش يخرج الشارع، الساعة هذيك يصير فيها ما يصير راهو.